أبو سلطان، التشكيلة مثل ما قالت راضية في أسماء كثيرة موجودة في المنتخب السعودي، يعني مخضرمين ووجدات. في البداية أبو كرم أقول مبروك، الحمد لله رب العالمين. يعني القرار اللي صدر اليوم بالسماح ب 40% من الجمهور، يعني نعم، حضور الجماهير للناس اللي أخذين الفاكسينيشن، من 40% من الكبسيتي اللي هي العدد المقاعد انهم يحضرون، وهذا دليل على ان فيها الحمد لله تقدم، وانه البلد متوجه انه كله يكون محصن باذن الله. بالنسبه للمنتخب السعودي ما في شك اليوم يعني يمكن 75 ل 80% كلهم من الشباب، ايمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الحمدان غيابهم مؤثر. المنتخب السعودي يجب أن يحترم المنتخب الفلسطيني، المنتخب الفلسطيني منتخب مميز وحماسي ولديه لاعبين مميزين. من حسن حظ المنتخب السعودي غدا وحظ دفاع أنه في ثلاث مهاجمين بالذات عدي الدباغ اللي لم يستطع مغادرة منتخب دولة الكويت عفوا لأنه في احترازات هناك، فهذا من حظ المنتخب، لكن يجب أن لا يستكنون يعني لهذه النقطة، يجب أن يحترمون المنتخب الفلسطيني. المنتخب الفلسطيني جدا قوي وتعادلوا في الذهاب. أتمنى أنا كسعودي أنه إن شاء الله بكرة يتوفق المنتخب السعودي. دكتور، المنتخب الفلسطيني يفوز على أوزبكستان يخسر من سنغافورة، أي هو مع سعودي. لأنه النقطة الأساسية المنتخب الفلسطيني يعتمد على شيئين، القوة الجسمية والبدنية، زائدا سوريا فلسطين الأردن لبنان، هذه بالضبط، وزائدا الحماس عنده يعني. لكن قل لي يكفي الحماس لحاله يعني، لا ما يكفي، لأنه كرة القدم تغيرت تماما، يعني طريقة اللعب، الأداء، نوعية اللاعبين الموجودين، الفريق الخصم كيف تلعب وياه، يعني قضايا كثيرة جدا، تفاصيل كثيرة جدا. ولهذا أنا أقول الفريق السعودي لما يكون عندك دوري على هالمستوى يطلع عنده منتخب جيد، يعني فشيء طبيعي جدا، يعني لأنه نوعية اللاعبين تختلف، حتى الصغار يعني، حتى لاعب صغير لكن يلعب دوري في الدوري السعودي اللي هو يعتبر تقريبا أحسن دوري في آسيا يعني، وبالتالي من الصعوبة جدا تغلب فريق سعودي، ممكن يخسر فريق سعودي، ممكن يتعادل، لكن نحشي على المستوى البعيد والمباريات الكثير، لا، السعودية هو الأفضل. طيب هنروح لفاصل من